فاول حاجه هيكون معانا بسكوت الشاي الساده ده، هنرصه كده كطبقتين فوق بعض في ارضيه الصينيه اللي هنعمل فيها التحليه بتاعتنا. بعد كده هحضر الطبقه التانية، وهي عباره عن نص لتر من الحليب، هضيف له ظرف كده من الكريم كراميل الباودر اللي بيتباع جاهز ده، واقلبهم مع بعض شويه وارفعهم على نار متوسطه مع استمرار التقليب لغايه ما نتاكد ان الخليط غلي كويس. وطبعا ما بنحتاجش نضيف هنا سكر ولا نشا ولا اي حاجه، الكريم كراميل الجاهز ده مش محتاج اي اضافات معاه. بنتاكد كده ان الخليط غلي كويس، بعد كده بنرفعه من على النار. لتحضير بقى الطبقه الثانيه في شفشق الخلاط بنضيف علبة كده من القشطة، وبنضيف معاها 12 قطعة من البسكوت اللي استخدمناه قبل كده، وبضيف بقى كمان معلقة صغيرة من النسكافيه، ودي يعني اختياري. وكمان بقى بضيف الخليط بتاع الكريم كراميل اللي حضرناه وهو سخن عادي، وبخلط بقى كل المكونات دي مع بعض في الخلاط، وبصبها كطبقة تانية بقى فوق البسكوت، وبسيب الخليط يهدى كده شوية، وبعد كده ادخله التلاجة لغاية ما الطبقة التانية دي تتماسك كويس. بعد كده هنحضر بقى الطبقة الأخيرة، عبارة عن صوص شوكولاتة كده، مكوناته عبارة عن 100 جرام شوكولاتة، معلقة كبيرة من الزبدة، معلقتين كبار من الحليب، وبدوب بقى كل المكونات دي مع بعض في الميكرويف أو على حمام مائل لغاية ما تدينا صوص كده جميل جدا، وبنصبه بقى فوق الطبقة التانية اللي بتكون بردت وتماسكت تماما. وبعد ما خرجناها من التلاجة بنصب عليها بقى صوص الشوكولاتة ونوزعه كده على سطح التحلية. بعد كده بنقطعها بقى مكعبات أو حسب الرغبة، وبنقدمها بالشكل ده. بتكون طبقات باردة وطعمها لذيذ جدا جدا وسهلة زي ما شفنا، وإن شاء الله تعجبكم جدا جدا لما تجربوها. لأول طبقة هيكون معانا نص لتر حليب، هنضيف له 3 معالق كبار نشا الذرة العادية، و3 معالق سكر، ونقلبهم كده على البارد قبل ما نرفعهم على النار. السكر طبعا حسب الرغبة، ممكن يزيد شوية، انا عاملة 3 معالق، ممكن يبقوا 4 او اكتر حسب الرغبة. بعد ما بدوب النشا كده والسكر مع الحليب برفعهم على نار متوسطة مع استمرار التقليب لغاية ما الخليط يغلي معانا. وبعد ما بيغلي بضيف له شوية من الفانيليا وبطفي عليه لما بتأكد انه غلي كويس. بعد كده بصبه بقى في كاسات التقديم، طبقة يعني نص الكاس بالظبط، لانه هو هيبقى طبقة اولى ولسه هنعمل طبقة تانية. وبعد ما بنصبه في الكاسات بنسيبها كده على جنب تهدى شوية عقبال ما نحضر الطبقة التانية. والطبقة التانية بتكون عبارة عن هنعمل طبقة من بودنج الفراولة الجاهز بالشكل ده، ده بيحتاج 400 جرام حليب زي ما مكتوب على العبوة. عايرت يعني 400 جرام حليب عبارة عن 2 كوباية متوسطين كده، وبفضي عليهم كيس البودنج الفراولة، وما بضيفش اي حاجة تاني ولا سكر ولا فانيليا ولا اي حاجة تاني، هو فيه السكر وطعم الفراولة وكل حاجة، وبرفعه على نار متوسطة برضو مع استمرار التقليب لغاية ما اتأكد ان الخليط غلي كويس. بعد كده برفعه من على النار، وقبل ما اضيفه على الطبقة الاولى هضيف كده طبقة من الفواكه، اي فواكه متوفرة بقطعها مكعبات صغيرة، او ممكن بسكوت كده نكسره قطع كبيرة شوية ونحط الطبقة الاول، وبعد كده الطبقة التانية بقى من البودنج الفراولة. نملى بقى باقي الكاسات، وبعد كده نسيبه يهدى شوية وندخله التلاجة لغاية ما تبرد كده الحلو بتاعنا كويس والطبقات كده تتماسك. وبعد كده بنزينه بأي حاجة حسب الرغبة، مكسرات أو فراولة أو أي حاجة، وبنقدمه بيكون بارد، وده شكله بيكون جميل جدا وكريمي، وطبقتين كده يعني طعم مختلف، وفي الوسط فاكهة، وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم.
ومعانا في المقادير بسكوت شاي سادة وحليب سايل وكوباية سميد وكوباية حليب باودر، وهنحتاج كمان علبة قشطة وقطعتين من الجبنة الكيري وحليب مكثف محلى. أول حاجة هنعملها هنحط الحليب والسميد في طاسة ونرفعه على نار هادية مع استمرار التقليب لغاية ما الحليب والسميد يتحمصوا معانا ويدونا لون ذهبي كده خفيف. نقلب باستمرار عشان ما يحمروش مننا بسرعة ويتحرقوا معانا، عشان ياخدوا لون مساوي كده ولون ذهبي جميل. هو ده اللون المطلوب اللي احنا عايزينه. بعد كده هنحضر بقى البايركس اللي هنعمل فيه التحلية، وهنغطس البسكوت اللي معانا في الحليب ونعمل اول طبقة من البسكوت كده في ارضية البايركس. بعد كده هنحضر الطبقة التانية اللي هي السميد والحليب اللي معانا اللي اتحمصوا، هنضيف عليهم علبة قشطة وحليب مكثف محلى حوالي ربع كوباية او نص كوباية على حسب ما الخليط يتجمع معانا، وعلى حسب كمان الطعم ندوقه كده ونشوف الحلاوة بتاعته. وبعد ما بيختلط معانا كل المكونات بالشكل ده بضيفهم بقى كطبقة تانية في البايركس. وطبعا علشان الطبقة دي سميكة بنفردها بايدينا كده، بنبلل ايدينا بالمية ونفردها، بتتفرد معنا بمنتهى السهولة. بعد كده هبدأ اعمل طبقة تانية بقى من البسكوت برضو اللي بنغطسه في الحليب ونرصه بالشكل ده. بعد كده هنعمل الطبقة بقى التالتة، عبارة عن قطعتين الجبنة الكيري وشوية من الحليب المكثف المحلى، ونضربهم في الكبة ننعمهم كويس لغاية ما يدونا صوص كده. بعد كده نفرده بقى على وش البايركس. ده قوام الصوص اللي معانا، بنفرده بقى على وش البايركس وبعد كده نغطيه ونشيله في التلاجة لغاية ما التحلية بتاعتنا بقى تبرد تماما وتتماسك، وبعد كده نقدمها. ولما بتطلع من التلاجة هنزينها بقى تزيين خفيف كده بسكوت مطحون او اي صوص شوكولاتة او اي حاجة حسب الرغبة. هرش عليها كده البسكوت المطحون وابدأ اقطعها واقدمها. نقطعها كده بالحجم اللي احنا عايزينه، ممكن نقطعها مكعبات صغيرة كده تدينا يعني تحلية سوارية، بتكون قطع صغيرة كده شكلها جميل برضو. وده شكل الطبقات بقى، وتحلية جميلة وبردة وطعمها لذيذ جدا، ان شاء الله تعجبكم.